مستمعينا، عنوان حلقتنا اليوم: هل ينفع النداء لإيران أم أن تركيا تداويها؟ وأسئلة الحلقة: ماذا تقول تركيا للآخرين في سوريا؟ عن أي حسن نوايا إيرانية يبحث البعض؟ كيف يدافع من حرق الربيع العربي عن الرضيع الفلسطيني؟ ولنوصل للخلاصة: هل ينفع النداء لإيران أم أن تركيا تداويها؟ فاصل ونبدأ. ماذا تقول تركيا للآخرين في سوريا؟ جوابه لهالسؤال تساؤل بعنوان مقال دكتور عماد بوزو بأورينت نت اليوم: الجار التركي هل أصبح من أهل البيت؟ وفي منقرأ: ما إن أعلنت تركيا انضمامها للتحالف الدولي لمحاربة داعش حتى توالت تصريحات الرفض والاستنكار من النظامين السوري والإيراني وعملائهما من محور الممانعة، مع العلم أن هذه الأطراف لم تحرك ساكنا عندما بدأ هذا التحالف عملياته قبل سنة بمشاركة 60 دولة برئاسة الشيطان الأكبر الأمريكي شخصيا، بل أن هذه الأطراف قد بذلت كل ما في استطاعتها للانضمام لهذا التحالف أو للإدعاء بأن هذا التحالف ينسق معها من تحت الطاولة. فما سبب هذا الموقف؟ وهون في ملحوظة كتير مهمة، أنه فعلا الاستنكار اللي صار على لسان مثل ما بيقول الكاتب بوزو النظام الإيراني والنظام السوري التابع والأتباع العملاء مثل ما بسميهم، هو كان له علاقة بالمعادلة الذهبية اللي حاول النظام طبعا من خلفه النظام الإيراني أنه يروجها لبقائه، اللي هي داعش أو الأسد. بعد ما خلصوا من موضوع القاعدة الأولى اللي طلعوا واجهوا الناس فيها بالثورة ببداية الثورة تبع الأسد أو بيحرقوا البلد، رجعوا روجوا شيء شبيه. وإذا بتلاحظوا دائما الحرق هيك دائما هو رمزية مرتبطة بداعش، يعني نفس القاعدة، بما أنه نفس القاعدة يعني داعش أو الأسد هي القاعدة الذهبية لبقاء الأسد، لأنه بهالطريقة هاي بيواجه الدنيا كلياتها بأنه شوفوا بتكون داعش ولا بتكون يعني. فبالتالي لما طلع التحالف الدولي ليضرب داعش، مع أنه كتار تحفظوا على قصة أنه ليه ما بيضرب النظام فورا رأس الإرهاب، يبدو في حسابات كتير ضرب مثل ما سميناه التوأم السيامي. إذا بتضربوا التوأم السيامي هذا اللي بيكون يعني براسين لجسد واحد تقريبا، ممكن يكون في أربع أجرين لكن ملتصقين ببعض، إذا مات أحد التوأمين بالأحرى بيموت الثاني. فبالتالي ضرب داعش يعني ضرب النظام أوتوماتيكيا. على كل حال الكاتب بيفوت بحساسية وأهمية موضوع دخول تركيا على الخط بموضوع مواجهة داعش، وبيذكر بعض المسائل العملية بيعتبرها. بيحكي عن موضوع أنه دخول الجيش التركي مهم كتير لأنه هو تاني جيش بحلف الأطلسي، وبيحكي كمان على خصوصية موضوع الحدود الطويلة المشتركة مع سوريا، بالتالي اللي بتخلي أنه حتى بمسائل عملية العلاقة بساعات الطيران أنه بدأت تخف، وبالمقابل في مجال لاستخدام طيارات بحمولات أكبر وطيارات بدون طيار ومن هالكلام هذا. أما الملحوظة اللي بيشوف برأيه الكاتب بوزو بموضوع مشاركة تركيا، هي أنه في فرق كبير بين مشاركة تركيا ومشاركة بعض الدول الأخرى حسب وجهة نظره، بأنه تركيا غير خاضعة للقيادة الأمريكية بهالمشاركة، بمعنى حسب رأيه تختار أهدافها حسب مصالحها ولديها الكفاءة والإمكانيات لتنفيذ ما تختاره. طبعا ما بعرف قد ايه هالكلام دقيق، بس على كل حال بنهاية وجهة نظره للكاتب. الأهم من هيك بيرجع شوي لورا وبيحكي بأنه كيف تركيا مو متفقة أصلا مع السياسة الأمريكية بشكل عام بالقضية السورية وكل توابعها، من بداية بموضوع قلع النظام ومرورا بإثارة الإرهاب بالمنطقة اللي صار بناء على ممارسات النظام، والتلكؤ إذا ما نسميه تبع إدارة أوباما الإدارة الأمريكية، مو أمريكا الإدارة الأمريكية. بالتالي برأيه هو أنه المشكلة الأساسية بالخلاف التركي الأمريكي على طول الخط كان موضوع السبب الأصلي، اللي هو أنه السبب الأصلي للنظام الإرهاب هو النظام الأسد، ومفروض أنه يتعالج السبب
مو النتائج. وعلى كل حال بيشوف كمان وبيطرح هيك شوية مراجعة للسلوك التركي تجاه النظام، بأنه بيقول استنفذت كل الفرص الدبلوماسية لدفع النظام للتوقف عن سياسته القمعية، هي طبعا ببداية الثورة، فبدأت بسياسة مغايرة وأخذت موقفا هو الأوضح بتأييد مطالب الشعب السوري بحرية. طبعا بيذكر أنه موضوع استقبال اللاجئين، وبيذكر الدعم للمعارضة السورية السياسي والعسكري وغيره. ليش؟ لأنه لا ننسى، حسب كلمات الكاتب بوزو، لا ننسى أن تركيا هي البلد الديمقراطي الوحيد في الإقليم، فلا يوجد لديها ما تخشاه من سوريا الدولة العصرية الحديثة كما يريد شعبها. يعني بمعنى آخر أنه الدعم الحقيقي اللي صار للشعب السوري ومطالبه للمعارضة السورية ما كانت مثار قلق. طبعا هون في إشارة مبيتة بكلام الكاتب بوزو، وكأنه أنه اللي تخلى وما دعم هو كان بيقلقه وجود سوريا ديمقراطية. يعني فينا نقول مثلا إسرائيل لأنه بوجود دولة نشيطة، دولة حيوية فيها ديمقراطية وفيها تنمية حقيقية بسوريا، بيكون مسار قلق بالنسبة إلى. وهذا التفسير البسيط جدا لموضوع أنه ليه إسرائيل دائما كانت بكتير من المواقف تحمي النظام بشكل مباشر أو غير مباشر. بس هلأ حدا منكم بيقول لي، ومهند رفع حواجبه، مهندس الصوت مهند صديقي وزميلي رفع حواجبه، عارفة بتطلع بالبروغرام تبع التشغيل أو بالنسبة للمضمون، بس أنا رح فضل أنه هو بيسمعني وبيحكي معي. أنه إسرائيل البعض بيعتبروها دولة ديمقراطية، طيب هي ما رح تخشى من دولة ديمقراطية لجانبها بسوريا؟ وبالمقابل المبرر لتركيا أن هي ما تخاف من موضوع الدولة الديمقراطية لأنها ديمقراطية. بس في فرق، دولة ديمقراطية بسوريا ما بتعني قلق لتركيا، لأنه دولة ديمقراطية مع بسوريا بتقدر تساوي شراكة طويلة الأمد وعميقة مع دولة قوة موجودة تاريخيا بالمنطقة، يعني ناس أصليين بالمنطقة كانوا بتركيا ولا بسوريا. أما في مشكلة كبيرة كتير بين الكيان، طبعا هلأ في كتير ناس بطلوا يقولوا عنه الكيان أو يبطلوا العدو الصهيوني غير إذا كانوا عم يزاودوا علينا، بس يعني اللي بتسموه ثكنة إسرائيل اللي بتكون يا بإسرائيل هو كيان غريب شاذ. بالتالي المقاومة أو اللي المصطلحات حقه يريد بها باطل، هي كانت موجودة بالثقافة السورية من قبل الحركة التصحية. يعني ب48 كان في ناس البارودة أطول منهم، يعني لساتهم صغار وراحوا، لأنه بالنسبة لهم هن نفس العيلة موجودة، قسم منا بالشام، قسم منا بالأردن، قسم منا بلبنان، وقسم منا بفلسطين بلاد الشام يعني. فبالتالي موضوع هيك مصيري وموضوع عائلي إذا بدك سميه، يعني بدون البروباغندا تبع القومية والمعرف شو. فبالتالي موضوع عداء لإسرائيل وعدم استيعابه هو موضوع يعني له علاقة بالنفسية العربية. أما بالمقابل موضوع تركيا كان أصيل موجود بالمنطقة. هلأ شردت كتير أنا، كأنه حتى سلام صارت ترفع حواجبها. طبعا هلأ منقول نرجع للمقال، بالنسبة بعد هذا التقديم اللي بيحكيه الكاتب بوزو، بيقول برزت تساؤلات أخرى، هل تستطيع تركيا فعلا الخروج عن الضوابط الأمريكية المعطيات المتوفرة؟ ترجح أنها تستطيع، ها هيك رأيه مثلا. بيقول فإذا كان الوضع كذلك فلماذا لم تقم تركيا بذلك منذ زمان؟ بالمقابل يعني الإجابة أن حزب العدالة والتنمية أتى إلى السلطة واحتفظ فيها كل هذه السنوات الطويلة معتمدا على الازدهار الاقتصادي الذي حققه، وبفضل سياسته البراغماتية مع كل الدول، هاي اللي بيسموها تصفير الأزمات، فكان بحاجة للغطاء الأمريكي ليقوم بخطوات يعرف أنها ستزعج جاريه الكبيرين روسيا وإيران. وبيحكي هون بتفاصيل بالأرقام العلاقة بأهمية بالنهاية أنه ما توصل لمرحلة التوتر العلاقة بين تركيا وروسيا وإيران. طبعا ممكن تسمع من حدا مثلا محلل تابع للنظام، بنسمي مثلا ناصر قنديل أو حدا من هذا اللي على أساس مجلس الشعب اللي بيضل بيحكي أنه له شي 3-4 سنين بيترقب الانهيار الكبير في تركيا، أنه بيقعدوا بيقولوا صفر في المشاكل تحولت إلى صفر في السياسة، هيك كانوا يقولوا. هون بالملحوظة اللي حاططها الكاتب، الصفر
حبيب قلبي ما بيكون بالصفر بالعلاقة مع علاقة يعني بالتشنج مع علاقة مع نظام مثل النظام موجود بسوريا، لأنه ما كتير بيكترس فيه القوى العالمية ولا الإقليمية، ما بيشكل لها شيء كتير مهم، ممكن من باب أنه هو ذيل للنظام موجود بإيران ممكن هيك. أما بالمقابل مصالح الاستراتيجية، صفر أزمات مع روسيا، صفر أزمات مع إيران، إيه أوكي، هاي الحسابات، هاي التفسير لموضوع أنه الأتراك والإدارة التركية وصلت لمرحلة أنه ما عاد كتير سألت أصلا عن تشنج العلاقة والعداء حتى إذا بدك بالموضوع العلاقة مع النظام بسوريا. أما المسألة التاريخية مع روسيا اللي هي أساسا أي حدا بيقدر يفتح أي كتاب من كتب التاريخ ويلاقي قد في خلاف وفي صراع محموم بالنسبة للمنافذ البحرية بين روسيا القيصرية حتى إذا بدك وبين تركيا، فبالتالي في مصالح مشتركة خطيرة. على كل حال كمان مشان ما نشرد تاني كتير، السبب الثاني كنا عم نحكي عن السبب الأول لتأخير اتخاذ موقف كتير حاسم من تركيا، حكينا عن موضوع مدارات العلاقات والتبادل التجاري الكبير وشيء من هالكلام مع إيران وروسيا. السبب الثاني أن هناك عدم اتفاق في الداخل التركي على الموقف من الموضوع السوري. بيقول لك يا لطيف خرباني القصة، لا مو كتير خرباني هي، بس هاي اسمها ديمقراطية، يعني التنوع في وجهات النظر تجاه مسائل العلاقة بالسياسة الخارجية والداخلية لا يعني أنه والله في معركة في حرب أهلية، في عنده ديمقراطية بصوته بيمشوا الموضوع وبيصير هو لقصة أنه في علويين أتراك مع النظام السوري. بس بالمناسبة للكاتب مع احترامي لوجهة نظرك، بالانتخابات الأخيرة حتى مع شوية تراجع الأغلبية لعدالة التنمية، بس تحديدا الولايات اللي فيها علويين أتراك كانت مع عدالة التنمية، فالمفارقة مو كتير ظابطة هون. وشغلة تاني بيحكي عن معارضين آخرين ينتظرون أي خطأ، طبعا لأسباب انتخابية بحتة مثل ما يقول الكاتب، صح الكلام. بالنهاية هل ستتحقق المنطقة الآمنة؟ بنقول بيقول الكاتب الإدارة الأمريكية ما زالت ترفض الفكرة، والحكومة التركية ستدفع باتجاه تحقيقها بوسائل مختلفة وتحت مسميات مختلفة، ربما بدون حظر الطيران وربما بالتدريج، لكن تركيا أعلنت بوضوح أنها ستقوم بما تمليه عليها رؤيتها لمصالحها الوطنية. والختام بحسب الكاتب، وبكل الأحوال فإن تحول تركيا للاعب من داخل البيت السوري له تبعات استراتيجية كبيرة، فإذا كنت مواطنا سوريا إسلاميا كنت أم علمانيا، وعصابة الأسد التي ارتكبت كل هذه الجرائم بحقك هي خصمك وهي أولويتك، فستكون حتما سعيدا بالانخراط التركي في الموضوع السوري. بيقبل وجهة نظر هالكلام وبيقول ولكننا نستطيع أن نتفهم أن يكون للكرد التركي أولويات أخرى، وعليه هو أيضا أن يتفهمنا. هيك بنكون شفنا انه شو ممكن يكون قول الاتراك بالنسبة لقوة اقليمية تانية موجودة بسوريا هاي منشان اللي بيقول عن موضوع حسن النوايا الايرانية، او بيستنى شيء اسمه حسن النوايا الايرانية، ولهيك كان سؤالنا التاني اللي هلا رح نتطرق له عن اي حسن النوايا ايرانية يبحث البعض، مع كل الاحترام طبعا لوجهات النظر. وخلينا نشوف رأي الكاتب ساطع نور الدين بالمدن الإلكترونية عن محاكاة حسن النوايا الإيرانية بمقاله. طبعا لازم ناخد هيك نسيء الفهم لأول وهلة منشان ما نصدر حكم على الطرح اللي بيطرحه برأيه الأستاذ ساطع نور الدين. مقاله بيقول بعنوان نداء لإيران، بيقول الكاتب البحث بين أسطر البيانات والتصريحات التي صدرت عن اجتماعات الدوحة الخليجية الأمريكية وتاليا الروسية عن معالم مرحلة ما بعد الاتفاق النووي الإيراني لم يكن سهلا. بيقول اللغة الدبلوماسية غلبت المحتوى السياسي، لكنها لم تدع مجالا للشك في أن ثمة حوارا كان يدور بين طرفين مختلفين لا متخاصمين يفقدان الثقة التاريخية المتبادلة. وبالمناسبة اللي شاف المؤتمر الصحفي تبع لافروف الوزير الخارجي الروسي بعد اللقاءات اللي صارت بالدوحة بيقدر يشوف ملامح نوع من الغضب عند لافروف، لأنه كان في كلام كتير أنه هن رايحين قاعدين، بس القصة وصلوا لمرحلة هلأ أنه نقاش بموضوع التسوية بسوريا بين الأطراف روسيا وأمريكا والسعودية
كان واصل لمرحلة إنه بس إنه بيكون بشار بمرحلة انتقالية مثلا هيك لفترة ولا لا، هيك حسب التسريبات والمصادر الروسية وغيره وغيراته. بس الحقيقة يبدو إنه صار في تصعيد بالكلام وإنه ما صار تساهل، لأنه كان غاضب نوعا ما لافروف، وهي منتركها لجماعة لغة الجسد. في ناس بتقعد تحلل بلغة الجسد، أنا ما بفهم بهالقصة، بس يعني بالتصريح تبعه حتى، لأنه واجه أحد الصحفيين سأله أنه دعمكم المستمر لنظام في سوريا، القاتل المجرم المدري شو، كل الصفات اللي بتنطبق على النظام سوريا، قاله لوين بده يوصل هذا الدعم بهالمعنى يعني. فأول بداية جوابه للافروف بعد ابتسامة هيك فيها كتير من تحتوي كتير من الغضب، مشان يقول أنه دبلوماسي، قال له يعني يحق لكم أنه أنتوا هون صحفيين بأسئلتكم أنه تاخذوا دور المدعي العام، يعني بمعنى أنه كأنه تبني قضية معينة ومتحيز. طبعا هذا الرد تبعه ببداية جوابه اللي بعدين شاط فيه وفات بالعموميات وكذا، كان بيعبر عن مقدار الغضب تجاه مسألة التوصيف الحقيقي لموضوع شو وضع النظام بسوريا. على كل حال، قراءة الأستاذ ساطع نور الدين اللي بسميها القراءة الأولية لنتائج الحوار اللي صار بقطر بين روسيا وأمريكا والسعودية ودول خليجية، تفيد بأن الجانب الخليجي أوضح للأمريكيين والروس أنه ليس مستاء من الاتفاق النووي مع إيران، وليس قلقا من محتوى ولا من صدق الالتزام به، لا سيما وأن نصه مشدد إلى درجة لا تسمح بأي خرق، ولا تبيح على الأقل في الوقت الراهن الدخول في سباق تسلح نووي. كما أنه يعفي إسرائيل، أنا سبقت شوي على كم سطر، كما أنه يعفي إسرائيل من عبء التعرض للمساءلة النووية، وهو ما كان رهان بعض الحالمين العرب على البرنامج النووي الإيراني لاستخدامه كوسيلة للضغط على الدولة العبرية بهدف جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. بس عمليا والأهم من هيك يبدو اللي بنتقل له الكاتب بعدين بعد شي مقطعين ثلاثة، وبيحكي فيه عن موضوع دور النظام الإيراني بالمنطقة. في هذا السياق لا يمكن الادعاء بأن دولة داعش، طبعا تركيز على موضوع محاربة الإرهاب وداعش، التي قامت في منطقة الفراغ العرقي السوري والتي هزت أركان العالمين العربي والإسلامي، هي وحدها التي تحدد اليوم موازين القوى الإقليمية والسياسات الدولية، برغم أنها استدعت توزيعا للأدوار والمهمات بين القوات الجوية الأمريكية والبرية الإيرانية والسورية من أجل القضاء على ذلك الكيان المتوحش الذي كان يهدد بغداد ودمشق حسب وجهة نظر الكاتب طبعا. بس الأعمق من هيك بالحوار وبالنقاش وبحول موضوع إنهاء داعش، واللي بيشير الكاتب أنه الخليجيين من ناحية والإيرانيين حتى من ناحية تاني كمان عبي قاتلوه، بس طبعا كل مين لحسب مصلحته. بيوصل بخلاصة مقاله ليقول: حرب الخليج مثال يتكرر دائما ومعه تتردد قصة كأس السم الشهيرة. طبعا اللي ما بيعرف قصة كأس السم الشهيرة، مينفع شم كمان، هي لما بنهاية الحرب العراقية الإيرانية اضطر الخميني بوقتها يقول يبرر شبه الوقف اطلاق النار وشبه الاستسلام تبعه بأنه لابد من تجرع كأس السم. فبيقول الكاتب: الاتفاق النووي نفسه نموذج آخر عن سوء تدبير إيران. الكل يعرف أنه كان يمكن لإيران أن تحصل في العامين 2006 و2008 على اتفاق أفضل بما لا يقاس من اتفاق فيينا الأخير، لكنها كابرت وماطلت وأساءت التقدير. اجتماعات الدوحة كانت النداء الأول للقيادة الإيرانية لكي تبدي قدرا من حسن النوايا السياسية يوازي القدر الذي أبدته من حسن النوايا النووية. اليمن ثم سوريا هما المعيار الأهم. بس حقيقة صعب كتير مواجهة السياسة تبع نظام الملالي بإيران بحسن النوايا، مع كل احترام وجهة نظرك أستاذ ساطع نور الدين. كترنا عليكم حكي مستمعينا، بس لنوصل من حيث انتهينا في المقال السابق للأستاذ ساطع نور الدين حين يتكلم عن موضوع أنه يعني محاكاة حسن النوايا لإيران، وأنه مدعوة هيك لتفوت بقصة حسن النوايا، أنه رسالة كانت من اجتماعات اللي صارت بالدوحة فيها شيء من هذا القبيل. خلينا نحكي عن موضوع حسن النوايا الإيرانية
وسؤالنا الأخير، كيف يدافع من حرق الربيع العربي عن الرضيع الفلسطيني؟ لنشوف عن جد هذا الكلام بينطبق على أكثر من شخصية أو ميليشيا أو قوة إقليمية. يعني هذا الكلام أفضل تعليق على استدعاء حسن النوايا الإيرانية. خلينا نشوف مقال حارق الربيع لا يثأر للرضيع. حلو السجع، مع أنه القصة كتير مأساوية. المقال لواء القنديل بالعربي الجديد، مقدمة المقال بتنطبق على مجموعة من المزاودين على القضية، يعني من جماعة يوم القدس لا توصل لجماعة المشاركة بأسهم بشركات بناء تبع المستوطنات بالقدس نفسها، أو على الأقل بمستوطنات. طبعا مصطلح مستوطنات هذاك اليوم شفنا بمقال أنه هو خطأ شائع، أستاذ الياس خوري هيك أشار له بمقال من كم يوم أنه لازم نقول عنا مستعمرات مو مستوطنات. على كل حال بيقول الكاتب الأستاذ وائل قنديل، من تجليات العبث واللا معقول العربي في هذه الأيام أن أحد مقاولي هدم ثورات الربيع العربي وإحراقها في كل مكان والبديل الذي يفضله الصهاينة لتولي السلطة الفلسطينية يتقمص شخصية عز الدين القسام ويرتدي زي الثائرين ويطلق صيحة الجهاد ضد الإسرائيليين. لم يكن عمال فندق فيرمونت في القاهرة قد انتهوا من غسل الكؤوس والصحون التي جمعت محمد دحلان رأس الحربة في مشروع الثورات المضادة العربية بالسفير الصهيوني في القاهرة لمناسبة حفل عرس ابن دحلان، والذي لا يزال يتحدث عن بذخه الركبان والسيارة والطيارة إذ أقيم في أوسع قاع مناسبات في مصر، وتمتع المدعوون من كل مكان بتذاكر السفر والإقامة المجانية. خبر حضور السفير الصهيوني العرس أكدته شخصيات عدة كانت حاضرة للمناسبة التي لا يفصلها عن جريمة حرق الرضيع الفلسطيني علي دوابشة حيا سوى أيام معدودات. لذا تبدو غريبة هذه اللهجة التي توعد بها دحلان الإسرائيليين بالعقاب الرادع. يقولون في المثل الشعبي الكلام ما عليه جمارك. لذا وصل السيد دحلان بسقف التصريحات إلى حد اختراق حاجز الصوت والضوء. بالمناسبة مشان ما كتير نشوط بالحكي عن محمد دحلان، طبعا هو عاني كتير الأستاذ وائل قنديل يحكي عنه، بس نحن بالمناسبة إذا ببساطة بنقدر نطلع على التصريحات تبع جماعة المقاومة والممانعة لما بيقعدوا بيحكوا عن موضوع حرق الطفل الدوابشة، وبالمقابل نفس الشخص اللي قاعد بينظر بالمزاودة بالنخوات للدفاع عن الدوابشة الطفل الرضيع اللي كلياتنا فعلا أكيد أي إنسان عنده شوية إنسانية راح يحس بالمأساة، وهذا شيء طبيعي. بس بالمقابل نفسه هذا اللسان اللي كان عم بيصيح، بتلاقيه بالمقابل أنه شو المسافة بين لسانه وبين إيده اللي هو بإيده قتل كتير من أطفال سوريا. أنا بتحكي عن السوريين بشكل عام ابتداء بالأطفال وصولا للكهلة، فيها وخاصة في نسبة أطفال كتير، في 12 مليون سوري برات بيوتهم، وميليشيا حزب الله مثلا هي مسؤولة بشكل طبيعي وبشكل مفضوح ومعلن صار مؤخرا وما عاد في تقييم الموضوع عن تشريد هاي الناس كلها. طبعا بيجي بيقولوا لك الإرهابيين اللي شردوهم، طبعا الإرهابيين شردوهم، بس أي إرهابيين بتحكي يعني تدمير كل هاي المدن وحرق كل هالناس هو معقول صار بكليشنكوف وبعصاي وكذا؟ وطبعا انت بتحكي بعد انطلاق الثورة السلمية بست شهور لصار في شوية نوع من المقاومة للنظام والدفاع عن النفس بهاي الأسلحة، وقد ما وصل ما وصل لمرحلة يعني للأسف، يعني للأسف فعلا ما السوريين الشعب السوري ما عندهم طيران ليقدروا يواجهوا الطيران أبو براميل مثلا، أو يواجهوا كل أنواع السلاح النوعي اللي بتبعتكن يا إيران لمنكن تفوتوا فوتتكن بسوريا. على كل حال للأسف خلص الوقت وما ضل معنا وقت، مع أنه المقال فيه كتير كلام وتفاصيل، بس أنا حبيت بس نوه لهاي القصة اللي إلها علاقة بموضوع المزاودة باستخدام للأسف وكأنه حرق مرة تانية للطفل الدوابشة ولأهله ولكل حدا عنده ضمير حي، بأنه استخدام قضيته من ناس هني أصلا ساهموا بتعطيل أي محاولة
للدفاع عن الدوابشي أصلا، لأنه هن اللي فعلا فرغوا أي شيء له علاقة بالمقاومة والممانعة والممانعة من مضمونه ليصير مقاومة وممانعة على طريقة خامنئي وجماعته. على كل حال مستمعينا، كان عنوان حلقة اليوم: هل ينفع النداء لإيران أم أن تركيا تداويها؟ للاستماع لحلقة فيكن تابعونا على صفحة راديو أورينت على الفيسبوك، وكلمة صغيرة: مو تركيا تداويها، الشعب السوري يداوي الجميع. باي باي. مليون مرة اقروا ما تحلقوا، نحنا ما دخلنا، ما دخلنا لك سكوت كوت سكوت. أسبرين، تقديم وإعداد حازم العريضي، فادي رياض، فكرة وإشراف فارس الذهبي، موسيقى وإخراج خالد قطرميز، من إنتاج راديو أورينت. أسبرين يزيل الألم، يخفف الحرارة، يعيد الشعور بالصحة.